وهو عمليتان تتطلبان تكاليف باهظه تثقل بشكل كبير ميزانيه المصابين والمصاب ديالهم. دقيق، حنا قايمين بالمراقبه وما كنقولش ان ما كاينش المشاكل، كاين المشاكل، ولكن غير هاد اسبوعين 25 طن ديال الدقيق اللي شدينا وخرجنا. اذا الفساد كاين، حنا خدامين تنضربوا مع الفساد. المشكل هي الا ما خدامينش ولا ما كاينش اللجان ولا علمنا شي واحد 057 57 يعلمونا الناس كنخرجوا ذاك الوقت ولا الغد. إذا حنا قايمين بالواجب ديالنا، ولكن باش نقولوا قضينا على الفساد والمفسدين هذا ما يمكنش. بالنسبة للأسعار والأثمنة كي دايرة؟ الأثمنة لا، الأثمنة الثمن ديال الدقيق المدعم هو مدعم ما تيتغيرش الثمن ديالو. أما المواد الحمد لله الآن متواجدة، ولكن كاين بعض المواد اللي هي مستوردة من برا ما عندك عليها لين. الحمص مثلا مستورد من برا، اش غادير له؟ شكون غادي يستوردو ويبيعو لك بالخسارة؟ أما الآن الليمون وماطيشة وغيره المواد الأخرى البطاطا وداك الشيء راه رخيص. البصلة بدات تدخل الدلاح، كاين غير ديال زاكورة، منين يدخل ديال أكادير غاتانيها هبطوا الأثمان. إذا العرض غادي كيتزاد، باش ما كتزاد العرض كينقصوا الأسعار. بالنسبة لمجلس المنافسة؟ إيوا نتمنى قريبا يكون إن شاء الله. أقول بعض المفتشين الفاسدين الذين يسمحون للشركات بالاحتيال